يبدو أن حلقات مسلسل الفضائح الخاص بطائرات بوينغ لسه مستمر. الخميس كنا تكلمنا عن اللي كنا مفكرينها آخر فضيحة، وهي تعطل طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في دافوس، واللي كانت من طراز بوينغ 737، واللي كان السبب فيها تسرب أكسجين. طيب اليوم الفضيحة بتتجاوز طراز 737 و 737 ماكس 9 وماكس 8 اللي كنا تكلمنا وتناولنا كل حوادثهم مؤخرا. اليوم الفضيحة عن طراز بوينغ 747-8 التابعة لشركة أطلس إير. الطائرة هذه تعتبر أحدث طراز من 747، واللي كانت تسمى ملكة السماوات، وكانت متربعة على عرش الطائرات ثنائية المحرك، وبتعتبر الأوسع بين طائرات 747. هذا الطراز مخصص للشحن، عمره 8 سنوات فقط، وتعتبر أكبر طائرة تجارية في الولايات المتحدة والأطول في العالم. المهم ومن الآخر يعني عشان كده خلاص يعني اختصر لكم الموضوع، طائرة من هذا الطراز تعرضت لحادث مرعب بعد دقائق من إقلاعها. Oh my god, it's on fire. Oh my god. Sorry. It's on fire. Mom. Holy shit. I hope they're okay. I wonder if they're doing an emergency. Oh. No, it's still doing it. It's still doing it. Oh my god, it's on fire. Oh my god. Sorry. طبعا يعني اللي شفناه لحظات بتقطع الأنفاس ومرعبة ومخيفة فعلا. مهم يعني الطائرة هبطت فورا من بعد ما كده تصاعدت ألسنة اللهب من الجناح الأيسر، فقام الطيار وهبط اضطراريا في مطار ميامي، وكثير ناس علقوا على هدوء الطيار في تسجيل وثق تعامله مع الحادثة وهو بيتكلم مع برج المراقبة. Mayday, mayday, giant 095 heavy engine fire. Request exit back to the airport. 95 heavy, roger. Just plan to maintain 3000. If you're through it, you can go to 4. You're clear to mind international. The radar vector is fighting 180. Be advised, how many souls on board and fuel on board? You need to check the other runway 9. You need time to burn fuel, or you guys gonna be good going? Now we'll go ahead and land. We have 5 souls on board, and we have about 5 hours of fuel on board. Okay, how many souls did you send? 5, sir. Roger. And I did miss it. How many? How much pounds and tons for the fuel? We have 53 tons on board and heading 240, John 095. And do you have a time for it as well? About 5 hours. Roger. 95, heavy, which engine, and is it out already, or you guys are still trying to work that out? It's engine number 2, and we're still trying to work it out. Roger. John 95, heavy, did you guys lose it on the runway or in the air? On the climb out. Roger. بعد فحص الطائرة قالت إدارة الطيران الفيدرالية أنها اكتشفت ثقب بحجم كرة سلة فوق أحد المحركات، وقالت شركة الطيران أطلس إيرلاين أنها فتحت تحقيق في الحادث. والمجلس الوطني لسلامة النقل قال أنه فتح التحقيق وبيجمع المعلومات اللازمة حول اللي صار. وعلى فكرة إدارة الطيران الفيدرالية لسه ما خلصت عمليات الفحص والتدقيق لطائرات بوينغ 737 ماكس 9 اللي انفصل مخرج الطوارئ من إحدى طائراتها التابعة لخطوط ألاسكا في 5 يناير.